انا شفت المباراة، تبعت المباراة. الا شنا الفتح لعبة مع المغرب الفاسي، ما نعرفوش بان المغرب الفاسي كان في القسم الوطني الثاني. تاريخ كبير، جمهور كبير، كاينه. ما نساوش انه التكافؤ ما كاينش في بزاف ديال الحوايج، دائما كاين الافضليه الفتح الرباطي. الفتح الرباطي عنده مكتب مسير قار، وقلتها وتنقولها دائما في كل عام، احسن مكتب مسير كاين في البطوله الاحترافيه اتصالات المغرب هو المكتب ديال الفتح الرباطي. الى ان النتائج ديالو مؤخرا نزلات، خصوصا في البطوله الوطنيه وكذلك في المشاركات الافريقيه، بحكم انه بعد الهزيمه ديال الكوكب ديال الفتح الرباطي تلاقاو في القرعه مع مع مع, مع المغرب الفاسي. المغرب الفاسي فريق لا يستهان به، اظن ان هدفين لواحد احسن من هدف لصفر بالنسبه للمغرب الفاسي. لو المغرب الفاسي فاز بهدف لصفر في فاس غادي تاهله، يعني تكون لكن انا على حسب اعتقادي، اعتقادي الشخصي، ان المغرب الفاسي غادي يقول الكلمه ديالو، لانه جا الملعب ديال الفتح ولعب بدون مركب نقص وما رجعش للور. فتحيه المدرب سكيتيوي، خرج لعب الكره، لعب مع الكره، ما جاش بدا كيخسر اللعب وكيطوع وكيمرضوا وكذا. والدليل انه حتى لاخر لحظه وتسجل لهم هدف الثاني اللي اعلن عليه الحكم، حسب اعتقادي الشخصي وداك الشيء اللي شفت انا، ماشي هدف. ما غيعجبش بزاف الناس، ما غيعجبوش، غيقول لك هذا انا عيني اللي عطاني الله وهذا الشيء باش شفت باش تفرج، انه الهدف غير صحيح. ان المباراه كانت تعادل منصف للفريقين، فريقين كان المستوى ديالهم متقارب. المغرب الفاسي كان في لحظات، وحتى الهدف اللي جا منه اللي عاود اللي بغاني تتحداني ولا نتحداه، يعاود اللقطه ديال البحري فاش غيطيح، فاش غتجي الكوفر اللي غيتماركا من اللي غتجي من ضربه جزاء ولا هدف، انه راه مشى مع اللعاب ممسوش، واحد لقيت ممسوش راه هو طاح يعني. ولكن ما نتكلموش على ضربه خطا بقدر ما نتكلموا على هدف حسم نتيجه ديال المباراه، وماشي مباراه سهله. مباراه كل فريق فيهم كيطمح انه يمشي بعيد في هذه المنافسه، رغم ما كاينش كي قلنا تكافؤ لا في الناحيه الماديه لا من ناحيه السيريه. فريق عنده مكتب مسير مستقر احترافي 100% اللي هو الفتح الرباطي، فريق عنده مشاكل، يمشي رئيس يجي رئيس، يجي لجنه مؤقته يجي كذا، مشاكل ماديه الى اخره، وفريق يعاني في القسم الوطني الثاني من اجل تحقيق نتائج ايجابيه والعوده لقسم الصفوه، انه يبقى متعادل معاك حتى الاخر لحظه تسجل عليه هدف. انا شخصيا اعتبره هذه، وكان قريب انا كنعتبره يعني شخصيا هديه من الحكم، حتى ذاك الحكم ديال توش خصو يكون واقف لا لي الا بغى يشوف هذاك، ماشي اللي ضرد خلات. وللاسف الشديد انه ما عندناش ذاك الشيء ديال النقل ديال اوروبا اللي ممكن تشوف لك ذات الابعاد، يعني تبين لك الكره فين، واش دخلت ولا ما دخلتش. ولكن الكاميرا الخلفيه واحد اللحظه اللي شفنا في الكره كتبان لك العارضه اللي ضربتها، يعني ما تجاوزش العارضه، كتبان لك عند العارضه ضربت ورجعت عند العارضه، استدير ان يد ديال الحارس كانت مع العارضه مع ضربت رجعت، يعني ما تجاوزاتش. انا شخصيا والله اعلم كنقول هذه المساله هذه كداك الشيء اللي شفته كنقوله بالحق، ربي شاهد عليا انه هذاك الهدف. انا اصلا ملي صفر الحكم استغربت، قلت حشومه هذا بغى يعطي الفتح غير هكاك الرباح، وبالفعل